السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم المهندس عبد الحليم محمد غانم، سينيور بلاننج انجينير بشركة بكيني من الإمارات الدولية للإنشاءات، فرع المملكة العربية السعودية. أنا عضو من أعضاء صفحة بيست أدفايس فور بلانرز، وبصراحة دي أضافت لي كتير جدا وأضافت لي معلومات كتير جدا، وخاصة إن أنا في بداية عملي كبلاننج انجينير ما أتيحتش لي الفرصة إن أنا أشتغل تحت إيد سينيور خبرة بحيث إن أقدر أتعلم منه. والحمد لله ربنا أكرمني وعن طريق الصفحة قدرت أعمل ملف بسيط جدا عن كيفية عمل الريفايزد سكادول أو ريكفري سكادول. وأنا من ضمن الاقتراحات اللي أتمنى إن هي تحصل على الصفحة كنوع من التطوير، طبعا هي صفحة ممتازة ما ننكرش، لكن أتمنى إن إحنا ممكن نعمل ورش عمل لبعض النقاط المهمة زي كيفية عمل الريكفري، كيفية عمل الريفايزد، بعض الريبورتات، كذلك النقط المهمة جدا اللي هي خاصة بالكليمز والديليز. دي نقط حلوة جدا وخاصة هتفيد الشباب اللي لسه معلوماتهم بسيطة عن الموضوع بتاع الكليمز ده. وبحب أشكر مهندس ماجد وكل القائمين على الصفحة وجميع الأعضاء، وجزاهم الله خيرا على التفاعل الجيد في الصفحة دي، وأتمنى لكم جميعا التوفيق إن شاء الله.